هاي بنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله نكون ما طولت عليكم المره هذه. اراه الحال الشتاء والبرد، قلت وعلاش ما نبارطاجيش معاكم روتيني المسائي ونحضروا العشاء كيف كيف. على بالي قاع راح ينسقسوني على لا فيديو اللي قلت لكم راح نحطها لكم تاع تحويسه وكلش، ولكن مازال ما كملت المونتاج. ومع الحال راهو الشتاء وهذيك الخرجه كانت في السخانه، يعني ما تطابقش في الايام هذه، خليتها لكم لما بعد، يعني ما نسيتكمش، استناو عليا برك شويه. الوغ الفيديو اليوم راح نحضروا العشاء ونبارطاجيك معكم السهره تاعي، يعني منها تاخدوا شويه لغوسات ومنها نتونسوا في هاد الامسيه. ما بقى لي غير نقول لكم مشاهده ممتعه، وللتذكير اللي مازال ماهيش مشتركه بالقناه نقول لك اشتركي باش يلحقوك كل الفيديوهات تاعي، وما تنساوش تفعيل زر الجرس هكا غير نحط لا فيديو تلحقكم، وخلوا لي لايك بلا ما تنساو. الوغ نهار تاع اليوم كنت راح ندير فيلي دو طون، وقلت نزيد معاه لا سوب دو بواسون. استعملت فيها حبه زروديه، حبه بصل، الثوم، قرعه بطاطا، طماطيش، الرند وزعتر، وحبة حوت كانت عندي في الفريغو. بالنسبة للتوابل استعملت القزبر، كمون، ملح وفلفل كحل، يعني ما حبيتش نخلط بزاف، وما استعملتش توابل خاصة بالسوب دو بواسون ما عنديش. قطعتهم كامل كاريات ونبداو نقليو الخضرة ديالنا. درت مغرفة سمن، الزيت، ورميت الثوم والبصل تاعي تقلاو مليح. البنات باش تجي الماكله بنينه لازم كل الخضره تتقلى مليح. بعد ما تقلى لي البصل زدت رميت الخضره الباقيه وزدت قليتها، ماشي غير هنا نمرق. درت الحوت، الرند، رميت كلش مام لي زيبيس تاعي، نزيد نقليهم، من بعد نمرقوها بالماء سخون. فوالا هنا نمرقها بالماء سخون، نمرقوها ماشي بزاف حتى تغطى الخضره تاعنا برك، هكا باش لاصوب ما تجيناش ميها وصامطه. ونخلوها تطيب في غردها. موراها رحت نبدا الفيلي دو طون. فوالا كان عندي هدايا، حبيت ندير واش تيطحى على خاطر نهار من قبل كنت درتو مقلي ودرت له شويه خضره. دوك نحط لكم التصويره تاعو هنايا، اللي حبت الطريقه تخلي لي برك في تعليق في لي كومونتير، وان شاء الله نعاودها ونوري لكم الطريقه. بالنسبه للفيلي دو طون تاعي ما استعملتش بزاف حاجات، حبه طماطيش، طماطيش مصبره، الرز، زعتر والثوم. نقطع الفيلي دو طون تاعي مربعات صغار كما راكم تشوفوا. بعد ما قطعتها بهذه الطريقه رحت درت الزيت والزبده والثوم يتلقوا شويه. فوالا الثوم هذيك راح تعطينا بنه كي تبدا تتحمر وتتقلى. ومن بعد نرمي هذوك لي مغصو تاع الطون ديالي يتقلاو، نقليوهم مليح، نقلوهم لدو كوتي. من بعد نحو هذوك الطون ديالنا نديرو في تبسي، وهذيك الزبده والثوم اللي رانا نشوفو فيها اللي نديرو صوص طوماط ديالنا، راح تجي بزاف بنينه. نملو الطون تاعنا راح تكون عنده بنه خير ملي نرموه هكذا خضر في لاصوص يطيب. فوالا هنايا مر ما تقليناهم مليح، فوالا راهم يبان لكم بلي ما حرقناهمش وما خليناهمش خضوره.
لينتهم كاع نحيتهم، درتهم في كبسي، حتى الثوم هذيك ما تحرقت ليش. ومن جهه اخرى لاصوص كانت طيب، الحوته هذيك كانت خلاص بدات تطيب، فوالا نحيتها باش نقيها ونحي لها الشوك، يعني فوالا نحوها ماشي حتى لاصوص طيب وهذا الشوك يتفتت لنا الداخل. هذه هي الزيت اللي تحصلنا عليها، اللي قلينا فيها الطون، زدت فيها الطوماطيش، حبه طوماطيش مسكرجه ومغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره، الرند والزعتره. فوالا نقلو مليح الطوماط ديالنا باش ما تجيناش قرصه. وبالنسبه للتوابل استعملت نفس التوابل اللي استعملتهم في لاسوب دو بواسون. موراها من رقت زدت برك لي زيرب دو بروفونس اللي راني نوري لكم فيهم، يتماشاو تري تري بيان مع الحوت والكروفات. فوالا غير تبدا تغلي لاصوص طوماط ديالنا، نعاود نرمي لو طون هذاك ونخليه يعقد بعقلو. هنايا مور ما طابت لي لاصوب ديالي رحيت الخضره ودرت الحوت اللي كنت فتتو، حبه برك ما كانتش عندي بزاف وما درتش كميه كبيره، يعني قيس العشاء برك. فوالا الحوت سيو انكم دائما ترموه هو الاخر، ما ترحوش مع الخضره على خاطرش ما راحش يبان والشكل ديالو هكذا يجي خير. فوالا كي نقولوا سوب دو بواسون نقولوا بان غريي. دونك قطعت شويه خبز مربعات صغار ودرت له من جهة زيت الزيتون هايليك، زيت زيتون، زعترة وشوية عكري، واللي يحب يدير الحار يدير عكري حار. فوالا وندخلوه للفوق يتقلية باش نديروه مع لاصوب ديالنا. وهنا يا حبيت ندير جو دو سيترون ولا حاجة مر العشاء ديالنا راح نستحقوا حاجة هكا فريشكا. ما كانش عندي القارص مي كانت عندي لافخيز، دونك قلت معليش ندير لافخيز بالحليب والنعناع. غسلت الفريزه تاعي مليح لانها راهي خلاص قريب خلاص، دونك مليح نبروفيتيو هذا المومون. قطعتها كاريات، درت كاس حليب ودرت كمشه مليحه من النعناع غسلناه مليح، ودرت زوج مغارف سكر كبار. فوالا نميكسيوها مليح ونخلوه يبرد. وهذه هي طاوله العشاء ديالي، هاوليك الفيلي دو طون كيفاش جا، لاصوص جات ثقيله وعقده، وزدت له من الفوق شويه معدنوس. فوالا البنه تاعو بزاف بنينه البنات، سيوه ورجعوا لي بالخبر. وهذه لاصوب دو بواسون تاعي، هايليك كيفاش جات، ما جات خفيفة ما جات ثقيلة، والحوت راه يبان، يعني هذه احسن طريقة اللي تقدمي فيها لاصوب دو بواسون تاعك. وما ننساوش درت له معاه البان غريي تاني تعطي له بنة سختو كي زدت له زيت الزيتون. فوالا وهذا هو الجو اللي درته تاع سيتر تاع بلوتو تاع لافخيز، يعني مازال في قلبي تاع سيترون هذاك. وهنايا حطيت في البيت في بيت القعاد، يعني كنا نشوفه في واحد لاسيغي بزاف قديمه يا البنات تاع بلاك ليست. راني نعاود نشوف كاع لي سيغي القدم اللي راطيتهم ولا اللي ما شفتهمش. اللي عندها اي سيغي شابه ولا تخليها لي في الكومونتير، معليش تكون قديمه بزاف ومادابيا، يعني ما نحبش نستنى لي سيغي يخلصوا ويخرجوا جدد، مادابيا تكون خلاص خرجت كامل لي سيغي تاعها هكا باش نشوفها. وانتو ما قولوا لي واش من لي فيلم اللي راكم تتبعوا ولا لي سيري اللي راكم تتبعوهم هاد لو مومون، ماذا بيا تبارطاجيو معايا هكا ندي افكار وبالك نتبع حاجه جديده معاكم. اذا هذه كانت طاوله العشاء ديالي. قبل ما ننسى البنات سمحوا لي بزاف اللي شهيتها ولا اللي راهي تتوحم ولا اللي راهي تتشهى، نقول لك ان شاء الله شهيتك في الجنه يا رب، وسمحوا لي بالبزاف. تعشينا وشفنا لاسيغي تاعنا، وهنا حطينا شويه لاتايات، كملنا السهره ديالنا بهاد التيزانه، يعني فيها المعدنوس فيها ميلونج تاع كلش،
وحطيت معها درت معها لي كريب بالبنان. فوالا درت هاد لي كريب بالبنان وشبعتهم بسكر غلاس ولي سوريز. البنات هنا نكون لحقنا نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون فادت البعض منكم وعطتكم افكار. وهنا نقولكم بقى على خير، تهلاو في رواحكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.